يا مساء الورد والفل على حضراتكم. انا دكتور محمد مجدي النجار، والنهارده عندنا حلقه مهمه جدا جدا عن امراض الجهاز الهضمي وخاصه امراض الشرج والمستقيم. يتهيألي مفيش حد فينا مر بمره من مشكله زي امراض الشرج، زي البواسير والشرخ والحاجات اللي هنتكلم عنها كمان شويه. واذا كان ربنا قدر ومحدش تعب، فاكيد حد عنده في العيله، حد صاحبه، حد جيرانه. يتهيألي ان احنا مثلا عددنا 50 واحد في الاستوديو دلوقتي، مننا 20 30 واحد عنده مشكله. هنتكلم باستفاضه الحقيقه النهارده عن امراض الشرج والمستقيم، معلومات خفيفه جدا في حضور اثنين من اشهر وامهر اطباء جراحه الشرج والمستقيم. خلوني ارحب بيهم استاذ دكتور احمد الشربيني، استشاري جراحه الشرج والمستقيم، منور الدنيا. اهلا بحضرتك يا محمد. دكتوره ساره فريز، منوره الدنيا الحقيقه. اهلا وسهلا دكتور محمد. يعني زي ما قلت لحضراتكم، هيكلموكم النهارده عن وجبه خفيفه جدا من المعلومات، هتقدم لكم معلومات هايله عن حكايه امراض الشرج والمستقيم. دكتور احمد، الحقيقه فرصه بقى النهارده تقول لنا انه اذا كان في مريض بيجي لك في العياده كل شويه يقول لك انا عندي امساك، انا عندي امساك، انا عندي امساك، قد يكون المريض نفسه مش فاهم يعني ايه كلمه امساك، فمن وجهه نظرك يعني ايه امساك؟ عايز اقول بس حاجه في الاول دكتور محمد، بصفه عامه عن امراض الشرج، في مشكلة كبيرة دايما بتواجه الناس، انه لما بيحس بحاجة في الشرج بيبقى اصلا محرج يحكي او يقول لحد ان عنده مشكلة في الشرج. صحيح. والمشكلة الاكبر من كده انه حتى محرج يروح للدكتور عشان يكشف. صحيح. فدي يعني بتخلي المشكلة اصعب علينا حتى لما بيجي اشوفه بعد كده في العيادة. الامساك بصفة عامة، يعني لو قلنا ان طب هو الاول ليه حق يحرج ولا لا؟ المفروض لا، يعني لان لا حياء في الطب وفي العلم، فلازم يجي. يعني كل ما يتاخر بتكون المشكله اصعب عليه وعلينا، يعني بتطور الحكايه، بتطور الحكايه. طبعا فمشكله الامساك مثلا، هو يعني لو قل مثلا عدد مرات دخول الحمام، اقل مثلا من 3 مرات في الاسبوع، او اثناء الاخراج نفسه يبقى في صعوبه او في مجهود ملحوظ، فهنا نقدر نقول ده امساك. يعني في اشكال مختلفه للامساك. طبعا. يعني لو قل عدد مرات دخول الحمام، او في مجهود ملحوظ منه، او اثناء الاخراج، دي مشكله كبيره، ده يعتبر امساك. طبعا. يعني اذا دخل مرات اقل من 3 مرات في الاسبوع، او عمل مجهود وهو في الحمام، ده يعتبر امساك. ومن هنا يبدا يتعالج. طبعا لازم يتوجه لدكتور ويشوف شوف ايه المشكله بالظبط ونحددها. طب وهل هي حاجه ليها يعني علاج سهل ولا علاجها صعب؟ يعني لازم المريض يخش في سكه كبيره ويعمل؟ لا لا، بسيطه خالص. يعني احنا في الاول طبعا، انا يعني بصفه عامه دايما احب امشي مع المريض تدريجي جدا، وابدا معاه بادويه علاجيه عادي خالص، واديله فرصته واشوف. بس طبعا ده على حسب برضه هو جاي في انهي مرحله. يعني في مريض بيكون جاي متاخر قوي. لكن لو جاي في الاول طبعا هديله فرصته واشوف بالادويه العلاجيه، وبعد كده لو لا قدر الله ما فيش تحسن او كده، ساعتها نتوجه للعمليات او حاجه. طب وهل الاكل بقى ليه علاقه بالحكايه دي؟ يعني هل المريض لما ياكل اكل شويه دمه تقيل شويه، الاكل بقى اللي احنا اتعودنا عليه دلوقتي، الفاست فود والجانك فود والحاجات دي، هل ده ليه علاقه شويه بالامساك او حاجه؟ طبعا طبعا. لكن لازم اقول حاجه دكتور محمد برضو، ان مش بالطبع يعني مش لازم كل الناس تاكل اكل مثلا فيه مثلا اكل حر شويه او شطه او كده انه يجيله مشكله في الشرج. نعرف ناس كتير من زمايلنا او اصحابنا مثلا يحبوا دايما الاكل الحار والشطه والبهارات والكلام ده، ومع ذلك ما فيش اي تاثير خالص عليه اطلاقا يعني. لكن دي مش القاعده العامه، دول يعتبروا يعني صحيح المختلفين شويه في القاعده. انا عايز اقول لكم، انا بقول بس كده لان الدكتور احمد الحقيقه منشاه من المنصوره، وعزمنا مره على الغدا عندهم، وست والدته الحقيقه بتعمل اكل هايل الحقيقه يعني. ربنا بس هو ما كررهاش تاني يعني، هي كانت مره وما اعرفش ليه ما كررهاش تاني الحقيقه. ان شاء الله. دكتورة سارة، طيب الامساك ده ايه علاقته بامراض الشرج؟ الامساك ده واحد من الاسباب الرئيسية في امراض الشرج، ممكن يؤدي لظهور مثلا بواسير، نلاقي فيه تورم حوالين منطقة الشرج، او نلاقي فيه مثلا شرخ شرجي، ده احد اسباب البواسير. نلاقي فيه المريض جاي يشتكي من نزول دم اثناء الحمام، او في الم شديد اثناء التعوط، او يشتكي مثلا من حكة، من هرش، من ألم شديد أثناء الحمام، كل ده بيبقى مرتبط بالإمساك. طب لو قلنا إن المريض بيتوجع في العموم، يعني واحد عنده مشكلة، عنده ألم، قاعد مش مرتاح مثلا، تقدري تقول لنا فهرس لأمراض الشرج؟ يعني ممكن تبقى أمراض الشرج دي إيه أو إيه أو إيه مثلا؟ أول حاجة طبعا البواسير، يجي يشتكي من ألم شديد أثناء الحمام.
او يجي يشتكي مثلا يبقى في عنده شرخ شرجي وده سبب كبير يعني، او يشتكي ان في ناسور شرجي جنب الشرج، فتحه تبقى جنب فتحه الشرج بتبقى متصله بداخل الشرج تسمى الناسور الشرجي. كل الحاجات دي اول سبب ليها ان يبقى في الم اثناء الحمام. صحيح. طب دكتور احمد، احنا قلنا انه في الانترو انه الحكايه دي منتشره بزياده. طبعا. وفي اخر المراجع العلميه بيقولوا انه 40% من البوبوليشن او 40% من السكان قد يصيبهم مرض من امراض الشرج على مدى حياتهم. طبعا. فهل النسبه دي من وجهه نظرك مظبوطه؟ يعني هل انت بتشوف في عيادتك المرضى كتير عندهم مشاكل زي كده ولا لا؟ الحقيقه انا بحس انها اكتر كمان بالنسبه لحضرتك قلتها دي. يعني اكتر من 40. كمان يعني، لان دايما ما فيش مريض قاعد قدام في العياده مثلا الا ولازم يقول لي انا والدي كان عنده نفس المشكله واخويا عنده نفس المشكله، فمفيش بيت اعتقد يخلو من حد في يوم من الايام عمل عمليه في الشرج سواء كانت خراج او بواسير او شرخ او ناسور. يعني دي حاجه اصبحت اعتقد اكتر من 40% بحسب اللي انا بشوفهم، نقدر نقول يعني كتير 70 80 كمان يعني. طب ايه احنا قلنا انه اشهر حاجه هي البواسير اعتقد. طبعا. طب ايه الاعراض؟ كتير قوي يعني. المريض اقصد ازاي المريض يعرف ان عنده بواسير شرجيه؟ الجميل دايما في امراض الشرج يعني دايما المريض لما يقعد قدامي بيحكي لي بالظبط زي ما الكتاب كاتب بالظبط بالتفصيل كده، يعني الاعراض بقولها كانه بيتكلم الكتاب بالظبط. دايما مريض البواسير ده اول ما يقعد يقول يا دكتور انا في دم نازل مش عارف ده ايه. انا ما عادش عارف اقعد. انا بحس بحكه. حاسس بحاجه نازله يعني تدلي او حاجه. يعني بيوصفها بالظبط يعني هو يعني مجرد بيسردهم زي ما الكتاب كاتبهم زي الصور اللي قدامك بالظبط تيبيكال. تلاقي مش عارف يقعد مش مرتاح خالص. فتشخيصه مجرد بس بيحكي لي كده قصته وهو قاعد قدامي خلاص بيكون خلاص وصلنا للتشخيص من قبل لسه حتى ما اكشف عليه. طيب دكتوره ساره، على الصوره اللي قدام حضرتك، الصوره دي على يمين الصوره تبين انواع مختلفه من البواسير. تمام. فتقدري تقولي لنا ايه انواع البواسير اللي المريض ممكن ياخد باله منها يعني؟ البواسير بنقسمها بواسير داخليه وبواسير خارجيه. البواسير الداخليه دي بتبقى درجات درجه اولى وثانيه، ودي المريض ما بيحسش بيها خالص وبتبقى ملهاش اعراض تقريبا يعني. ويمكن التعايش معاها لفترات طويله. المرحله الثالثه بتبقى في تدلي او هي الثانيه اللي هي على الصوره اللي جوه دي. بالظبط. ملهاش يعني اي سيمتومز يعني او اعراض نلاقيها موجوده. المرحله الثالثه نلاقي في زي سويلنج او زي تدلي كده خارج الشرج، حاجه خارجه من الشرج. والمريض يرجعها تاني ترجع تاني لمكانها. المرحله الرابعه بقى بيبقى في حاجه متدليه خارج الشرج ما بترجعش خالص بقى. اذا فالمريض هيحس بحاجه خارجه من الشرج، يا يرجعها هو بنفسه يا اما بتبقى خارجه طول الوقت، وده بنسميه البواسير من الدرجه الرابعه. تمام. طيب دكتور احمد، وانت عندك علم كبير في هذه الحكايه الحقيقه وخبره ممتده في علاج البواسير الشرجيه، في ملخص سريع تقول لنا ازاي الحكايه دي اتطورت، او حكايه انه المريض كان بيخاف طول عمره من عمليات البواسير وكانوا يقولوا عليها عمليات سيئه السمعه. يعني ايه سيئه السمعه؟ يعني خايف. طبعا. خايف يعملها يعني. قول لنا ليه كان خايف يعملها وايه التطور اللي حصل فيها. كان خايف يعملها لان سمعه بصفه عامه عمليات الشرج العيان يقول لك ده انا ممكن اقعد في البيت شهر واتنين تعبان وبنزف ومش عارف اشوف شغلي او اشوف مصالحي، لا في حاجه اسمها فتيل وجع شديد منه شايل همه ومشكله كبيره في العمليه. هو كان يشيل هم الفتيل اكتر ما يشيل هم العمليه. طبعًا. صحيح. ويقول لك ده انا ممكن اقعد انزف اسبوع وممكن يحصل لي حاجه. طبعا ده كان الاول موجود وده اللي كنا متداول وعارفينه طبعا في امراض الشرج، لانه كنا بنستخدم في الاول الجراحه التقليديه العاديه خالص. تمام. بنستخدم فيها المقص او المشرط او الدايسيرمي، وطبعا بيتم استئصال مثلا جزء كبير او حاجه، فطبعا بيبقى في وجع شديد لما يحصل التئام للمكان اللي تم استئصاله ده، جرح في منطقه الشرج. فموضوع صعب مؤلم جدا يعني، ممكن يقعد شهر يقول لك انا مش عارف اقعد، انا مش انا خلاص يا ريتني ما عملت العمليه دي. ايوه. اللي هي قدامنا على الشاشه. ده اعتقد ده بيعرضوا لنا دلوقتي الحكايه الجديده بقى. ازاي بقى البواسير دي بتعالج من غير جراحه؟ طبعا. بدانا خلاص نتجه للتكنولوجيا الحديثه شويه اسمها الليزر. هنا معانا حاجه اسمها يعني في جهاز كده بندخله الاول في الشرج، حاجه زي موجات صوتيه الاول بيسمعني بالظبط المكان اللي هشتغل عليه. بالظبط. بالظبط. عشان مش مجرد ان انا اخش استأصل ونزيف ومشاكل وكده، لا انا بخش بالظبط بالجهاز الموجات الصوتيه ده بيسمعني، بسمعها كده بشوفها قدامي على الشاشه بالظبط المكان اللي هشتغل عليه بالظبط. قسطره الليزر حاجه دقيقه جدا ورفيعه جدا بتخش جوه الوعاء الدموي اللي هو حصل له تمدد ده زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بالظبط كده. يبدا يكوي
جهاز الوعاء الدموي، فخلاص يبدا حجمه بدل ما كان يعني كبير قوي ومترهل خلاص يبدا يدبل زي ما باين في الصوره كده قدام حضراتكم. ايوه ولو مثلا لو بواسير حجمها كبير شويه مثلا درجه رابعه او حاجه وفي سقوط كبير بره في الوقت ده لابد طبعا يبقى في لازم جزء جراحي بسيط خالص لاستئصال مثلا بعض الزوائد او حاجه. لكن اصبحت الحكايه اسهل من أسهل زمان كتير بقى، ما عادش يقعد في البيت بقى شهر. هل ما زال لسه في الفتيل والحشو؟ لا خلاص بقى انتهى الامر ده خالص، ما فيش فتيل، ما فيش النزيف اللي خلاص يقعد شهر تعبان والكلام ده خالص. يعني الامور بقت ابسط بكتير يعني مده. طيب. اتفضل بالظبط. طب دكتوره ساره وانت دكتوره الحقيقه ذائعه الصيت في هذا المجال، وانا عايز اقول لكم ان دكتوره ساره يعني من بدأت شغلها في هيمو كيور الحقيقة وهي خدت العين بتوعي، يعني كان العين كلهم بيقول أنا دلوقتي بقت السيدات أكترهم يروحوا للدكتورة سارة الحقيقة، فيعني ما بين يعني عادي بقى عندي وقت فاضي الحقيقة بقعد في البيت كتير الحقيقة يعني من ساعة ما اشتغلت الدكتورة سارة. فدكتورة سارة قولي لنا من وجهة نظرك ليه السيدات في بعض الأوقات وده أمر معلوم طبعا قد يشعروا بالحرج أحيانا شوية، ونصيحتك للناس اللي قد تشعر بالحرج فتأخر الكشف فممكن يحصل مشاكل؟ لا طبعا ما فيش اي مجال للحرج، ده بالعكس يعني كل ما تيجي تكشف بدري كل ما الامور بتبقى احسن، طريقه العلاج بتبقى اسهل، فرصه الليزر بتبقى عندها احسن ان احنا نعالج البواسير في مراحل بدري، وفرصه الاستشفاء بعد كده بتبقى احسن. عكس بقى ما تتقدم ومرحله تدخل في حاجات متطوره تانية نخسر فرصه ان احنا نعمل العمليه ليزر وبكتير. فما فيش مجال اي يعني للحرج، يعني تيجي تكشف والدنيا بقت سهله جدا. حتى الكشف دلوقتي بقى بجهاز اسمه البروكت ستيشن، وده سهل جدا عمليه الكشف عن طريق ان في منظار بيدخل يشوف الشره جوه في ايه، فالكشف بقى اسهل كتير من الاول. يعني حتى مرحله ما قبل اجراء العمليات اصبحت تتم بدون الكشف الطبيعي التقليدي العادي الحقيقه. وخلوني في نص دقيقه اكلمكم عن جهاز البروكت ستيشن، هو محطه عظيمه بمناسبه لتشخيص امراض الشرج. يعني اقصد انه حتى الكشف ما بقاش زي زمان بالطريقه التقليديه العاديه، بل المريض بقى الحقيقه يعني انا شهادتي مجروحه في الجهاز ده او في المحطه دي الحقيقه، واقصد بروكت ستيشن لانه الحقيقه انا معجب بيه جدا. يعني ما بقيناش زي زمان بنكشف بعينينا، بقت الحكايه بتتم عن طريق اجهزه متطوره للغايه يعني. طيب دكتور احمد، قبل ما نخلص حلقتنا تحب تنصح الناس تقول لهم ايه ازاي طرق الوقايه من البواسير؟ اولا دايما الاسلوب الاكل بصفه عامه يكون دايما يحاول بقدر الامكان يكون دايما الاكل فيه الياف، السلطه والخضار وكده، ويشرب ميه كتير، ويبعد بقدر الامكان عن الاكل الحار او اللي فيه شطه والكلام ده. لكن بالطبع مش الاكل فقط هو السبب الرئيسي للبواسير مثلا، يعني في اسباب كتير، يعني منها مثلا عادات سيئه مثلا زي الشاب مثلا بيروح الجيم وبتاع وبشيل اوزان تقيله زياده عن ما يقدر يتحمل، طبعا ده مش صح طبعا يعني. وفيما يخص الاكل احنا نبطل نيجي لك المنصوره لان الاكل هناك كان صعب جدا. والدتي بقى المسؤوله. لا يعني ما انت ما كررتهاش. لا نكررها ان شاء الله. اذا فاصبحت البواسير ما هياش الامر المزعج اللي المريض كان يخاف منه، اصبحت عمليات سهله وبسيطه، تشخيصها سهل وعلاجها سهل جدا. وكل ما بنكشف بدري كل ما بنلحق الحكايه بدري، كل ما بنستنى كل ما الحكايه بتتاخر شويه. خلي بالكم من صحتكم، خلي بالكم من اكلكم، الرياضه شيء مهم لابد تعملوه باستمرار. اشكر جدا دكتور احمد، اشكرك يا دكتوره ساره، شرفت ونورته، والحقيقه استفدت جدا من خبره حضراتكم النهارده. ربنا يخليك يا دكتور محمد. شكرا جدا جمهورنا العظيم، واتعشم اكون جاوبت على اسئله حضراتكم. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونطلع فاصل واشوفكم على كل خير ان شاء الله. مساء الخير عن جديد، رجعنا ومكملين حلقتنا معكم لليوم، ورح نحكي بفقرتنا الجاية عن موضوع مهم جدا وهو الصمت الجلدي وله مسمى آخر الثقاليل الجلدية يلي بتظهر على أجزاء مختلفة من الجسم مثل الإيد والأصابع والأقدام وحول الفم وأيضا بالمناطق التناسلية. والصمت الجلدي أو الثقاليل الجلدية هو تكاثر حميد للخلايا بالجلد أو الأغشية المخاطية، في أكثر من 100 نوع مختلف من الفيروس الحليمي البشري، وكل نوع بفضل منطقة مختلفة من الجلد. بعضهم بسبب نتوءات جلدية صغيرة غير مؤلمة خشنة على السطح على الأصابع أو الوجه، ونوع آخر بسبب نتوءات أكبر حجم مؤلمة ومسطحة
تنمو على باطن القدم. وفي أكثر من 40 نوع مختلف من الفيروس الحليم البشري بيصيب الجلد يلي بيغطي المناطق التناسلية. معلومات أكثر رح نعرفها عن الصمت الجلدي من الدكتور ماهر محمود، استشاري الجلدية والليزر. مساء الخير دكتور ماهر، تشرفنا دائما، نورنا دائما بوجودك وبمعلوماتك المهمة يلي بتفيدنا فيها نحن وكل المشاهدين. اليوم بنحكي عن موضوع مهم جدا دكتور، من الأمراض الجلدية المنتشرة كتير وما بنعرف بصراحة معلومات طبية دقيقة عنه. خبرنا بداية شو هي أسباب ظهور الصمت الجلدي. طيب، هو فعلا زي ما قلتي الصمت ده منتشر جدا جدا جدا، لدرجة تقريبا ان في عندي 90 مليون أمريكي عندهم أنواع من أنواع الصمت. الصمت فكرته أنه هو عبارة عن نتوق أو ارتفاع بيحصل على الجلد، بيسببه فيروس اسمه هيومان بابيلوما فيروس أو فيروس الورم الحليمي. الفيروس ده في منه حوالي 200 نوع، تقريبا 200 نوع، كل نوع بيفضل مكان معين في الجلد. الفيروسات دي في منها اللي هو بسموه هاي ريسك اللي هو شديد الخطورة، وفي حاجات لو ريسك مجرد انها بتعمل نتوق في الجلد وبتختفي. الفيروس ده بينتقل عن طريق التلامس. اوكي، لازم يحصل معدي. تلامس، يا اما تلامس بشكل مباشر يا اما تلامس يعني من شخص مصاب او تلامس من خلال ادوات. الادوات، استعمل ادوات، حد دخل تويلت مشي على رجليه مثلا، حافي على بسين او مكان مبلول وكان في اللي قبله عنده الفيروس، استعمل ملابس حد، استعمل الصافة بقص ضوافره او عند الحلاق او ساعات في بعض الادوات الغير معقمة. معنى كده ان الفيروس ده معدي ويعتبر من الحاجات اللي هي شديدة العدوى، بس عشان يتنقل لازم يحصل تلامس لفترة طويلة شوية، ولازم يكون الجلد في المكان ده يا اما في جرح ضعيف يا اما في خدش يا اما ضعيف. لذلك العدوى دي بتنتقل في الاطفال اكتر، لان الاطفال دايما جلدهم ضعيف، دايما مخدوش، دايما في اكزيما، ومناعتهم اقل من الكبار، ومناعتهم اقل. ده مهم جدا، لذلك الناس اللي عندهم امراض بتاثر على المناعه لازم يهتموا جدا بالتباعد. طب دكتور شو هي أسباب ظهور هاي الثقاليل؟ يعني في عنا مثلا عوامل معينة بيكون الشخص مستعد لظهور هاي الثقاليل؟ زي ما قلنا ان لازم يحصل تلامس، ويكون الشخص ده فيه خدش في الجلد او جرح في الجلد او مناعته قليلة شوية. وزي ما قلنا الانواع اللي هي الموجودة دي كل نوع من الفيروس بيفضل مكان معين في الجلد. اوكي، بس يعني قصدي اذا ما صار تلامس ما ممكن انه الشخص هيك من لا شيء يصير عنه؟ لا، من لا شيء ما فيش، ده فيروس ولازم ينتقل عن طريق تلامس. اوكي، طب نحن اليوم عم نحكي عن نوعين من انواع الصمت، عم نحكي عن الصمت الجلدي وعم نحكي عن الصمت التناسلي. تمام، شو الفرق بيناتهم دكتور؟ طيب، هو دول كلهم داخل تحت الفيروس الكبير اللي اسمه اتش بي في او هيومن بابيلوما فيروس. قلنا في 200 نوع بينتشروا في الجسم كله، وفي 40 نوع دول بيكونوا بينتشروا بيختصوا بالمنطقه التناسليه. الانواع اللي بتكون موجوده في الجسم، في حاجات ممكن تيجي في الايد، وده بسموه الصمت الشائع لانه سهل قوي ينتشر عن طريق ان انا بسلم بلمس اي حاجه زي كده. في نوع تاني بيكون موجود في الوجه، يمكن اللي في الصوره ده موجود في الضوافر، وده من الحاجات اللي بتبقى مقاومه شويه في العلاج وبتقعد ترجع تاني، اصعب، رخمه جدا لانها بتبقى تحت الضفر شويتين وبنشيلها مره واتنين وبترجع وبتبقى الناس متضايقه منها جدا. ده الصمت الموجود في الضوافر او حوالين الضوافر. في صمت اللي في الصوره اللي فوق موجود في الرجلين، ده بسموه بلانتر، تمام، واللي تحت موجود في الصوابع، موجود برضو في الضوافر، وده من الحاجات المنتشره جدا جدا. في صمت تاني ممكن يكون موجود في ده برضو موجود في الرجلين، وشكله برضو عامل شبه العنكبوت كده كتير، برضو في الرجلين. دكتور ممكن يكبر يعني ممكن يبلش مثلا بنقطه صغيره وترجع تزيد المساحه او تنتشر؟ ده نوع كده بسموه فيليفورم، حاجه كده عامله زي الارنبيطه بتقعد تكبر بسرعه، ودي سريعه الانتشار، ممكن توجد حوالين الشفايف. الصوره الاخيره دي ده شكل الصمت التناسلي. اوكي، الصمت التناسلي ممكن برضه يتوجد في الوجه وبسموه فلات، فلات يعني مسطح، صمت مسطح زي ما باين في
الصوره، وده ممكن ياخد مساحه كبيره جدا من الوجه. يبقى قلنا لما بيجي في مكان بيسمى باسم المكان ده، ده اللي قلناه من شويه اللي شبه الأرنبيطة كده، اللي هو ممكن يجي حوالين العين، جنب الشفايف، حوالين الانف، وده بينتشر بسرعه وبينمو كمان بسرعه. طب دكتور، اذا شخص ظهر عنده هذا الصمت بمنطقه معينه، هل ممكن اذا لامس منطقه ثانيه الا العدوى؟ دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. لذلك احنا بننصح الناس اللي عندهم صمت يبداوا فعل يبداوا بسرعه جدا في العلاج اللي احنا هنقوله بعد شويه. بس انا حابب اتكلم على الصمت التناسلي لان هو الاخطر وهو الاكثر انتشارا. احنا قلنا تقريبا في عندنا 40 نوع من انواع الفيروس ده بتختص بالمنطقه التناسليه، وزي ما قلنا لازم يحصل تلامس عشان ينتقل الفيروس في المنطقه دي. في الغالب كل الناس اللي بيحصل اللي بيكون عندها الفيروس ده تمام، فرصه انه يقعد معاهم فتره تقريبا لحد سنتين. يعني متوسطه في الجسم تقريبا سنتين وبيختفي. مش عايزين نخوف الناس قوي لان معظم انواع الفيروس ده بسموها لو ريسك. لو ريسك يعني غير خطيره. غير خطيره. طب امال ايه الهاي ريسك بقى؟ الهاي ريسك معروفه كده بارقام معينه زي رقم 16 ورقم 18، ودول خطورتهم انهم ممكن يتحولوا لكانسر. لا قدر الله. طب دكتور، خلينا نحكي عن الصمت اللي تحديدا بالمناطق التناسليه، هل كلياتها بتكون ظاهره ولا ممكن يكون شيء داخلي؟ لا مش لازم يكون ظاهر. طب كيف بنعرف شو الاعراض اللي بتظهر؟ طيب في الغالب ممكن يكون مصحوب بحكه تمام، او يكون فيه زي نزيف بسيط بعد العلاقه الحميمه، او تحس بحاجه زي لمب كده او حاجه جوه المنطقة التناسلية، وزي ما قلنا ممكن يحصل نزيف أو يحصل زي لمب أو حاجة بنحسها في المنطقة التناسلية. طيب نعمل إيه علشان نعرف إذا كان موجود ولا مش موجود؟ كيف يتم التشخيص؟ بالظبط، إذا كان زوجها أو كده عنده صمت، لازم تعمل حاجة اسمها مسحة من عنق الرحم. تعمل مسحة من عنق الرحم وبتعرف بيها في نشاط زيادة في الخلايا ولا لأ. لأنه ممكن يأثر على عنق الرحم ويسبب لنا مشاكل كبيرة. ممكن يسبب لنا لا قدر الله ورم. وتاني سبب من أسباب الكانسر عنق الرحم هو الايه؟ الـ HPV. فده مهم جدا إنها تبدأ في العلاج بسرعة جدا. المفيد دلوقتي إن أصبح دلوقتي في زي فاكسين أو زي تطعيم ضد هذا الفيروس. فينا ياخدوه كل الاشخاص؟ طيب هو الفاكسين ده في منه اكتر من النوع، حاجه اسمها جاردزيل 9 ده بيحمي من 9 انواع من هذا الفيروس. 7 بيسموهم هاي ريسك و2 لو ريسك. طيب ده اصبح تطعيم اجباري في دول كتير جدا. اكتر من 70 دوله بيعملوا تطعيم اجباري للبنات عند سن 10 من 10 ل 11 سنه. لو خدوا في السن ده هياخدوا جرعه واحده. لو خد الاشخاص الاكبر شوي في سن 15 بياخد جرعتين، ممكن ياخده في سن اكبر من كده ولكن ياخده 3 جرعات عند زيرو يعني النهارده، وبعد شهرين وبعد 6 شهور لحتى تتشكل. حتى كمان البنات اللي جالهم الفيروس ده لو اخدوا الفاكسين يقال ان هو بيحميهم من تحور الفيروس. اوكي، اللي عايزين ناكد عليه برضه، مش لازم النهارده يتنقل لها الفيروس ده يقوم يعمل كانسر ثاني يوم. لا ممكن يقعد من 10 ل 20 سنه عشان يعمل الموضوع في حال تم اهماله. بس هو يمكن في له كثير مشاكل، كرمال هيك نحن عم ننصح كل الاشخاص اللي ممكن يحسوا باي انواع من انواع الصمت انه يعالجوها بدري لحتى نتفادى المضاعفات. تمام. وهون رح ندخل على العلاج. بالزبط. هل العلاج دكتور بيختلف بحسب الحاله وبحسب الدرجه اللي نحن مصابين فيها؟ اكيد العلاج كثير جدا. ممكن نبدا بالعلاج التقليدي ان احنا نبدا نحط زي ماده كده كيميائيه على المكان اللي فيه صمت نفسه، وكده كاني بالظبط انا كاني بحرق الجزء اللي فيه الفيروس ده. تمام. في حاجات متقدمه شويه، ممكن نعمل زي كي بالكهرباء تمام، او المتقدم اكتر شويه اللي هو بالليزر. الليزر له نوعين، ممكن اعمل حاجه زي فراكشنال ليزر كاني بالظبط بحرق المكان ده، او نوع تاني من الليزر بيمنع البلاد سبلاي او بيمنع الدم اللي واصل للفيروس ده فبيقضي عليه.
بعض الانواع تانية يستعملها زي مواد كيماويه كده معينه بتعمل زي ايه، زي بليستر فين في المكان فوق المكان، فبتعلي الفيروس وبعد كده بيقع من المكان لوحده. الجديد في الموضوع ده دلوقتي حاجه اسمها ايمونوثيرابي، ببدا اثر على مناعه الشخص، ببدا ازود مناعه الشخص نفسه عشان يقدر على الفيروس ده. في برضه اكتر من حاجه بنديها دلوقتي زي بي بي دي وزي كانديدا وزي اكتر من حاجه دلوقتي، كاني بالظبط بستفز الجسم عشان يحفز المناعه فتقدر على الفيروس نفسه. طب دكتور، هل ممكن يرجع يظهر بمناطق مختلفه من الجسم؟ اه بالظبط، في تقريبا 30% من الحالات اللي بنشلها السقاليل بترجع تاني. لذلك هو لازم يرجع برضه يعالجها تاني بسرعه، بس مو بنفس المنطقه، لانه المنطقه اللي نحن اوريدي عالجناها ممكن ترجع في نفس المنطقه او في منطقه اخرى. اوكي، وينصح ان احنا لازم نعالج، لان وجود السقاليل دي فرصه انها تحول لكانسر طبعا دي موجوده طبعا. طب دكتور، هل يختلف طرق العلاج بين السيدات والرجال ولا لا الاثنين بيشتغلوا معاً العلاج؟ هو الاثنين طبعا تقريبا نفس الطريقة، ولكن إذا كانت السيدة عندها السقاليل دي داخل عنق الرحم أو في منطقة جوه شوية، بندخل بطريقة معينة وبتبدأ تتشال برضه بطريقة معينة. يمكن الرجالة الموضوع مختلف عنهم لأن الموضوع بيكون ظاهر قدامنا أسهل شوية. طب دكتور، لحتى نطمن الأشخاص اللي عم بيحضرونا، أمتى الموضوع بيصير ريسكي؟ أمتى المفروض أنه أنا أتوجه لعند دكتور لحتى شخص هي التقليل إذا هي آمنة وبسيطة ولا لا ممكن تكون خطيرة؟ في عنا مؤشرات تخلينا ننتبه أكثر على الموضوع؟ طيب، هو لو ظهر سقاليل كتير وعددها كبير وحصل عليها نمو سريع، فطبعا دي من علامات الايه، من علامات الخطر شويه. كل الناس اللي عندها مناعه ضعيفه فدول عندهم مشكله ان يحصل تطور سريع جدا. الموضوع بقى سهل جدا ان اقدر اعرف اذا كان هذه السقاليل من نوع بيسموها هاي ريسك ولا لو ريسك. ممكن نوصل ان احنا ناخد عينه منها، وممكن ساعات كمان نعمل حاجه اسمها بي سي ار، فبنعرف النوع بالظبط سواء هو هاي ريسك او لو ريسك. يعني بالختام، الموضوع دائما في له حلول، بس كل ما نحن لحقنا الموضوع بكير كل ما تفادينا المضاعفات والمشاكل يلي ممكن تصير منه. وبدي اتشكرك دائما دكتور على وجودك معنا، على كل النصائح والمعلومات يلي بتقدم لنا اياها. شرفتنا ونورتنا دكتور ماهر، شكرا كثير. مشاهدينا، الحقيقه انه التنميه المجتمعيه بمصر حاليا اصبحت موضوع ملموس للجميع، سواء بتنمية الفرد أو تنمية المجتمع ككل، وصرنا نحس بتأثيره سواء بالعمل أو بطريقة التفكير. وجزء كبير من التنمية واضح بدور مؤسسات المجتمع المدني بالتنمية والتطوير ومساعدة الأفراد أنهم يغيروا من حياتهم. وواحدة من المؤسسات يلي لمسنا التغيير الحقيقي بخدماتها بالمجتمع هي مؤسسة مصر بلا مرض، كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني يلي مهتمة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين. تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها بهالتقرير. أعزائي المشاهدين، احنا النهاردة في الحفل السنوي لمؤسسة مصر بلا مرض بحضور الوزراء ورجال الأعمال لنحتفل معا بعام جديد من النجاح. تعالوا بينا نشوف الإنجازات اللي قدمتها المؤسسة خلال الفترة السابقة لتثبت للعالم كله إن الحلم مش بعيد. يلا بينا. في وقت مصر بتثبت فيه إنها بتحمل الخير من أبنائها ومن مجتمعها المدني القوي، بقول مؤسسة عمرها فقط 4 سنوات لم تكمل عامها الخامس وبتنتشر في أنحاء جمهورية مصر العربية، تخدم في مجالات الصحة بمختلف مجالاتها، تخدم لكافة الفئات العمرية في أي مناطق، بتقدم أنشطة طبية من أول الأطفال والحضانات والأجهزة التعويضية والغسيل الكلوي والرعاية الصحية الكاملة، لغاية أن هي بتشمل الأسرة بكامل رعايتها. وهو ده
المنظور المتكامل. المؤسسة ابتدت على الفكرة دي، احنا كنا مجموعة صغيرة من الأطباء اللي فعلا بنحب بلدنا وعايزين نخدم الناس المحتاجة، وكنا بنحاول نشوف ايه الإمكانيات اللي عندنا ونحاول نقدمها لكل المرضى المحتاجين. وده فكرة التفكير الإيجابي أكتر من التفكير السلبي، ان احنا نقول ان الحالات محتاجة والناس محتاجة عليك واحنا قاعدين مكتفين ايدينا ومش بنعمل حاجة. فابتدينا بحاجات صغيرة خالص، ان واحد يتبرع بانه يستقبل حالات في عيادته، واحد يتبرع بانه يعمل عملية مش هياخد الأجر بتاعه. هي رعاية طبية واجتماعية ونفسية لغير القادرين، وغير القادرين دي تشمل طبقات كثيرة في المجتمع، مش معناها انهم فقراء، لكن غير قادرين على انهم يتكفلوا بمصاريف علاج او مصاريف شؤون اجتماعية متعلقة بالعلاج ايضا. فبتشتغل في الرعاية المركزة، في الاطفال المبتسرين، في الكلى، في العيون، في القلب، في الودان، حاجات كثيرة، ونشاطهم بيزيد مع الوقت. والله أنا مبسوطة قوي بكلمة يعني باسم المؤسسة مصر بلا مرض. أتمنى إن الموضوع ده فعلا يحصل. هو أكيد حلم بس مش بعيد، إن إحنا نقدر نساعد بعض، إن إحنا نحاول نغير حياة الناس كلها ونقدم ليهم خدمات هم يستفادوا منها، ويكونوا يعني فعلا فعلا تكون مصر بلا مرض عن طريق كل حاجة مش بس ذوي الهمم. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. بعد الحلقات الكتيرة اللي قدمناها عن طرق التخسيس مثل البالون والتكميم والنحت الرباعي وشد الترهلات، وواضح إن نالت إعجابكم وحققت نجاح كتير كبير بمصر والعالم العربي. وصلنا استفسارات كتير سواء على صفحة البرنامج برنامج دكتورز أو على صفحة الدكتور أحمد السبكي الرائد الأول بعالم السمنة والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، يلي بيخصص كل فترة فقرة لحتى يجاوب عن كل أسئلتكم واستفساراتكم. اليوم رح نجاوب عن مجموعة من المسج يلي وصلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك ونعطيكم المعلومات الطبية الصحيحة. رحبوا معي بالدكتور أحمد. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا على طول. دكتور، مسجات كتير وصلتنا من كتير سيدات حابين يستفسروا ويعرفوا معلومات طبية صحيحة من حضرتك. نحن اليوم نقينا أهم الأسئلة ورح نجاوب عليها بهي الفقرة. أول سؤال معنا اليوم من ميرنا، عندها 18 سنة ووزنها 86. من هي وصغيرة كتير بتعمل دايت وريجيم، بس حاسة حالها أنه زهقت وما بقى قدران تكمل بالدايت وما عنده شيء تاني يقدر يساعدها على الحرق، واستجابتها ضعيفة لكل الأشياء اللي حاولت فيها قبل. حابة تعمل تكميم، هل ممكن ينفع معها هذا الإجراء ولا في عنا خيارات تانية؟ الحقيقة لو حضرتك سألتيني السؤال ده من فترة من الزمن كنا هنقول لا، التكميم عادة بنعمله للناس اللي عندها سمنة مفرطة قوي، أوكي، ولو رولز معينة ومعامل كتلة جسم لازم يزيد عن 40. الكلام ده كله اتغير في العالم، لان اصبح ان احنا نلحق الشخص قبل ما يوصل لهذه المرحله بطرق وتعديلات تم اجراءها على هذه العمليات اصبح له نجاح وصدى اعلى في العالم كله. التكميم مش نفس الطريقه الستاندرد اللي اتعمل بيها من يوم ما طلع، هي نفس الطريقه اللي ممكن نعملها لاصحاب الاوزان المختلفه. دي حاجة بتحتاج أبديت دايما من الجراحين عشان يبقوا عارفينها، لأن في فكرة سائدة عند بعض الناس إن هو التكميم استامبة واحدة بتعمل بطريقة واحدة لكل الناس أيا كان حالتهم. ينفعها التكميم، تكميم حل مثالي لأصحاب السمنة البسيطة اللي عايزين يخسوا 20 كيلو وزهقوا من الدايت ومش قادرة تتحمل إن هي تمشي على لايف ستايل طول عمرها، خصوصا ان لما بيتعمل في الاوزان دي بيبقى بسيط سهل
ما بنضيقش المعده قوي، الشخص ما بيحتاجش. احنا عم نشوف العمليه دكتور مع المشاهدين بصوره. لازم حضرتك فكره التكميم هي تصغير المعده الحد من الشهيه، كميه الاكل الشخص بياكلها قليله، الحرق بيزيد. أوكي. وبالتالي بنبقى حلينا المشاكل اللي طلعت بهي العمليه. ما بتحتاجش تاخد فيتامينز خالص بعد العمليه، ما فيش فكره ان في قيء وتعبانه. فالحقيقه بنصحها طبعا التكميم مناسب طالما هي شافت ان هي مش هتقدر. هل في حلول بديله؟ في حلول بديله، في كبسوله المعده، في البالون، ممكن لو مناطق معينه نعمل النحت بالفيزر. لكن خلينا نقول لو هي مشكلتها وزن وعايزه تخس من جسمها كله، يبقى التكميم حل مثالي. وهي اساسا حابه التكميم وعم تسال عنه تحديدا بالاسئله. بالزبط. ايضا دكتور عندنا سؤال من علا من لبنان، عندها النصف الاسفل من الجسم ما له متناسق مع النصف العلوي رغم انه وزنها جيد، فهل فيها تعمل فيزر وبيقدر يرجع هذا الاجراء يعمل لها تناسق من دون ما ياثر على شكل الجلد، وهل ممكن نرجع نعيد توزيع الدهون؟ هو هنا لما يبقى عندنا المشكله موضعيه، لو عملنا حل يخسسها هتلاقي الوجه قل في مش مبسوطه. صح. الصدر هبط، الكتف سقط، فتقول لك لا انا خسست اللي تحت بس اللي فوق باظ، يبقى ساعتها الحل الموضعي من نحت بالفيزر هو الحل المثالي. أوكي. الفيزر ما يميزه انه مش بس بيقلل المقاس، لا ده بيشد الجلد ويحافظ على التون بتاعه، بيكسر الخلايا الدهنيه يخليها ما ترجعش تاني، يصلح لكل مناطق الجسم. زي ما حضرتك شايفه مثلا صور للبطن. أوكي. وده بيبين قد ايه الفيزر مش بس بيفتت الدهون ويسيحها، لا وبيعطي شكل رائع ويرسم الكيرف نفسه بتاع الويست وبتاع البطن، الفي لاين، الظهر بيرسمه بطريقه جميله، الفخذين لها رسمه ستاندرد. فالحقيقه الفيزر حل مثالي للسمنه الموضعيه ايا كان مكانها. والحلو انه ما في عنا لا قطب ولا ندب ولا علامات واجراء بسيط جراحة واجراء بسيط جراحي. والنتيجه ما مش بتبوظ يعني. الفيزر بيكسر الخلايا الدهنيه، فالنتيجه بتاعته بتعيش على طول، وزي ما حضرتك شايفه الجلد نفسه بيشد مش بيترهل زي الشفط القديم واحتاج اعمل جراحه او تدخل اخر. حتى الكدمات دكتور اللي كانت تطلع بالشفط القديم هون تماما مختفيه. ابسط بكثير طبعا، مفيش كلام. طيب رح ناخذ ايضا سؤال من رزان من المغرب، عمرها 11 سنه ووزنها 92 كيلو، بس ارادتها ضعيفه بالدايت وما بدها تعمل عمليات بهي الفتره او بهذا السن، شو الحل معها؟ هو الحقيقه ممكن لو فكرنا في احد الحلول زي الكبسوله. الكبسولة من الحلول الجميلة اللي بتدي نتيجة متوسطة لأصحاب السمنة البسيطة، وأكتر ما يميزها البساطة في الإجراء. زي ما حضرتك شايفة بتتبلع بشوية مية، تدخل جوه المعدة تتملي تبقى بالون، تقعد مع الشخص 4 شهور، بتحسسه طول فترة ال4 شهور بالامتلاء. وجودها في المعدة بيقلل هرمون الجوع، فالشهية قليلة جدا، بتزود الحرق لوجودها برضو في المعدة، هرمون اللي بيقلل الحرق نفسه بيقل، وبالتالي النتيجة ان الحرق بيزيد. يبقى هي تقريبا عملية مصغرة بس بدون منظار وبدون تخدير وبدون مستشفى وبدون جراحة. حبوا انا هذا الاجراء كتير دكتور. دي حقيقة بصراحة. الكبسولة طفرة طبعا، وكمان ما يميزها ان هي 4 شهور وهتختفي لوحدها. هتختفي ازاي؟ حموضة المعدة بتهدمها وبتخرج السائل المية اللي فيها وبتختفي تماما خلاص. رائع هذا الإجراء، كتير بحبه وبحسه آمن وبيساعد كتير سيدات، خاصة الصبايا اللي عندهم فرح أو عرسهم قرب أو حابين يخسر وزن بطريقة سريعة جراحة. هو حل سليم وآمن. رح ناخد سؤال من نجوى. نجوى عاملة عملية تكميم معدة، كان وزنها 92 ووصل ل 62، عملت العملية عند حضرتك اوكي وخست كتير منيح ومبسوطه، بس هي المشكله انه ما عم تلعب رياضه وعندها ترهل بالساقين وايضا عندها سيلوليت، فهل الجي بلازما ممكن يفيدها؟ جميل جدا، ودي الحاجات التكميليه اللي احنا كملنا بيها المنظومه، ان بعد النزول في الوزن لو أوكي. الشخص ما لعبش رياضه ممكن يحصل له شويه ريدندنسي او ساجنج في السكن، او يعني بنسميه التون بتاع الجلد بيتاثر شويه، ممكن يبقى عندها سيلولايت يزيد. فالجي بلازما حل مثالي وجميل وسحري.
اولا هو طريقه غير جراحيه، هي نتائج الجي بلازما دكتور بالظبط زي ما حضرتك شايفه، دي من اعلى الدرجات من الترهل الجلد، اللي هم ناس خاسه درجه كبيره من الوزن مع السن كمان، لما يتحسن بدون جراحه يدينا نتيجه زي كده مرضي لناس كتير، ان هي ما بتحتاجش لجراحه او اثار التئام او فتره نقاهه طويله. وعم نعالج الجلد، يمكن هي اصعب شيء دكتور الجلد، شكل الجلد اللي بيكون واضح وظاهر وماله الاحلى او ماله متناسق او ماله سطح ملس، هو بيعمل مشكله كتير كبيره. لا شك، وده اللي احنا بنسميه يعني ان لو ما كناش لقينا لهم حل للكلام ده كان هيبقى النزول في الوزن بالنسبه لهم على قد ما هم فرحانين بيه، لكن مشكله لانه صح. بيخلي شكل الجلد مش حلو، لكن الجيب لازم اكمل المنظومه وادانا النتيجه الفوريه والدائمه وبدون جراحه وبدون مضاعفات او مشاكل تخلي اي انسان يقلق منها، وبيرجع الشخص 20 سنه لورا، لانه هذا الشكل اللي عم نشوفه المتعرج قد ما كان يعني شخص عمره صغير وايضا شكل جسمه حلو، ولكن شكله ما له الاجمل. رح ناخذ يا ويلي على هالسؤال شو طويل، اوكي رح ناخذ سؤال من راويه. راويه عندها 45 سنه، عامله حزام من 15 سنه، الحزام ابتدى يضايقها وعامل له حموضه والم شديد، وبتاكل حلويات كثير وبيزيد وزنها ثاني، وقالوا لها نشيل الحزام لكن في خطوره ولا لازم يعني اوكي، قالوا لها انه فينا نشيل الحزام بس هي خايفه يكون في خطوره، ولا هل لازم تشيل الحزام؟ حضرتك شو بتنصحها وشو بتنصحها تعمل اجراء بعد ما تشيل الحزام؟ هي موضوع الحزام الحقيقه كان طفره في 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 بدايه عام 2000، لكن اكتشفنا بعد كده ان الحزام الجسم بيتعامل معاه كانه حاجه غريبه عليه، بصير بيرفضه بيقوم بيعمل عليه مضاعف، بيرفضه والحزام مع الوقت اما بيحصل له مايجريشن يطلع فوق على المريء فيضايق المريض ويعمل له حموضه او ارتجاع، احيانا ينزل لتحت ويعمل نوع من القيء المتكرر، الأسوأ ان هو مع الوقت بياكل في جدار المعده وبيدخل جوه جدار المعده كمان. لدرجه ان في بعض الحالات بعد فتره من الزمن احنا طلعنا الحزام من تجويف المعده من جوه مش من بره زي ما احنا بنبقى حاطينه، عشان كده احنا بقالنا سنين طويله اكتر من 10 سنين ما بنركبش حزام خالص، بل بالعكس كل اللي ركبوا الحزام في الفتره السابقه بنشيل الحزام. طب دكتور اذا شلنا الحزام شو المشاكل اللي ممكن تصير؟ هي حسب الحاله وحسب تقييمها. اول حاجه الجراح اللي يشيل الحزام لازم يبقى جراح متمرس جدا وعلى خبره عاليه، لان لو حضرتك بتشوفي بعض الحالات اللي بنعرضها الحزام احنا بنحطه بره لما بنيجي نشيله بنلاقيه جوه جدار المعده، يعني بنقشر المعده من عليه بمعنى اصح، وبنلاقي بين وبين الكبد التصاقات عنيفه، وعشان نشيلها لازم بنحوط كل ده وبطريقه حديثه، ادوات مش الادوات العاديه اللي بنشتغل بيها في الحالات العاديه، لكن خلينا نقول ان مع يد متمرسه في هذه العمليات لها خبره مع اتباع الادوات الحديثه شيل الحزام سهل جدا، ولازم على فكره ان هي بتسال هو انا لازم اشيله؟ هي لازم تشيله، لان احنا لو سبناه هنضطر في يوم من الايام نشيله بس في حاله طارئه. طب انا هيك بدي اسالك عليها دكتور، يعني الاشخاص اللي وصلوا لنتائج او فادهم الحزام بفتره من فترات حياتهم، ساعدهم انه يقل وزنهم او تخف شهيتهم، بخافوا انه يرجعوا تفتح عندهم الشهيه او يرجع يزيد الوزن عندهم، شو هو الاجراء اللي ممكن يعملوه بعد ما يشيلوا الحزام؟ عادة الحزام لما بنشيله ما بنفضلش ان احنا نعمل تكميم معدة، لان هي نفس الفكرة، هي بنسميها restrictive procedure او اجراء بيقلل كمية الاكل، فما ينفعش بعد ما تخنت عليه او بعد ما الجسم ادابت وتعود عليه اعمل اجراء مشابه النتيجة بتاعته بتبقى ضعيفة، لكن الحزام النتائج الجيدة اللي اتحققت بعديه لما بنغير الحزام لتحويل مصغر للمعدة، يبقى استفدنا بخطوة إضافية وهي عدم الامتصاص وتقليل الحموضة، التحويل بيضيع الحموضة اللي المريض قاعد يعاني منها كتير والصعوبة في الأكل، وبيخليه يخس تاني ويرجع يزود له الحرق تاني، لأن قلة الأكل للمريض سواء في الحزام أو التكميم فترة طويلة بتخلي جسمه الحرق عنده قليل بالظبط، لأن هو تعود على قلة الأكل،
لما بنضيف له فكرة جديدة وهي التحويل وعدم الامتصاص، النتيجة بتبقى أقوى ومضمونة أكتر. دكتور بحبك أنك يعني كل حالة بتعطيها الحل والعلاج المناسب والأنسب لها. عائشة من السودان عندها مشكلة بترهل شديد بالبطن وضعف بالعضلة، كرمال هيك لأنه خلفت 4 مرات وحابة توصل لنتيجة مثالية وتعمل شيء ما يرجع يطلع لها بطن حتى لو صار عندها حمل مرة ثانية، شو الحل الأنسب مع عائشة؟ هو حسب درجة التراكم الدهون، ترهل الجلد، ضعف العضلة اللي موجودة. الفيزر سواء لوحده أو مع الجي بلازما قدرنا نحل بيه 80% من الحالات اللي زي كده بدون تدخل جراحي. والإجراء سهل وجميل وبيدي شيبينج حلو، بس لما نبقى الدرجة البسيطة أو المتوسطة من الترهل. طيب لو هي وصلت لعضلة ضعيفة جدا، ترهل الجلد شديد جدا، ستريتش ماركس عنيفة، بنستخدم الفيزر بهدف أولا تفتيت الدهون عشان ما ترجعش تاني، بيلم الجلد بنسبة كبيرة، فلما احتاج اعمل جرح معاه بيبقى جرح صغير وعملية ابسط بكتير من ان انا اعمل شد للبطن زي الطريقة الكلاسيكية القديمة. بيبقى الجرح كبير جدا وعملية عنيفة ومؤلمة. لا، الفيزر حتى لو هو لوحده ما كانش كافي لانه هو يديني النتيجة النهائية في الحالات الصعبة، لكنه على الاقل بيبسط علي العملية ويصغر الجرح ويديني نتيجة مثالية، بحيث بعد كده نبقى ضمنت ان الدهون دي عمرها ما هترجع تاني. عملية بسيطة وسهلة وبدون مضاعفات بإذن الله. طب دكتور في حال صار عندها حمل، هل ممكن يرجع يصير عندها اي شيء مثلا ترهل او مثلا يرجع يصير عندها دهون بعد الحمل؟ لا، هو ميزة الفيزر انه بيكسر الخلايا الدهنية فمش هيرجع تاني تراكم دهون. الجلد ممكن مع الحمل يتأثر شوية، يعمل ستريتش ماركس شوية، لكن مازال مش هيرجع زي الاول الا لو حملت بقى 4-5 مرات زي المره الاولانيه. طب دكتور تكمله للسؤال، شكلها عائشه بدها تيجي لعندك تعمل ميك اوفر كامل. حابه تعرف اذا الدهون اللي بتاخذها فيها تحقنها بمناطق ثانيه لحتى تعمل فيها بودي كونتورنج للجسم؟ طبعا لا شك، احنا دايما واحنا بنعمل نحت للجسم بنراجع مع المريضه النقطه دي، هل انت عايزه تستفيدي بالدهون دي ان احنا نعمل شيبينج معين، هل نحقنها مثلا؟ في ناس بيحبوا نعمل الكيرفز بتاع الهانش مثلا، الارداف، في ناس بيبقى مع الرضاعه المتكرره الصدر فضي ترهل شويه، في ناس بتحب تعمل كونتورنج للهانش. بنقدر نستعين بالدهون دي، وعشان الدهون دي تعيش مش بناخدها نحقنها على طول، لا، بنتعامل معاها وبنركزها. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتور، انه كثير عالم بتخاف تحقن دهون طبيعيه لانه ممكن اذا نزل وزنها ترجع تختفي هي الدهون، ترجع تضطر انه بدها تحقن مره ثانيه، تسمن لنلاقي دهون لنرجع نحقنهم وهيك بتضل العمليه. لا، ما عشان كده احنا مش بناخد الدهون نحقنها مباشره. اوكي، احنا بنعملها وبنشيل منها الشوائب، السوائل الزايده، الخلايا البايظه بأجهزة متخصصة، بحيث الخلايا اللي بنحقنها تبقى خلايا سليمة بنسميها كومباكت فات، تعيش معاها فترة تصل إلى 8 سنين وأحيانا 10 سنين. الله الله على الدكتور المحترف واللي بيعطينا الحل بأبسط وأسهل الطرق. دكتور بما أنه كنا عم نحكي عن عملية الحزام وقديش هي ممكن تكون صعبة، رح نشوف مع المشاهدين فيديو توضيحي تشرح لنا أكثر عن الموضوع لحتى نطمن كل الأشخاص اللي عم بيعانوا من الحزام كيف يتم إجراءات هذا الموضوع. خلونا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف كيف تتم آلية العملية. دي أحد الحالات الصعبة اللي احنا بنقول عليها، الحزام بيدخل جوه جدار المعدة. يعني الحزام زي ما حضرتك شايفة، أنا بشيل جدار المعدة من عليه، شايفة هو واكل جدار المعدة لغاية صعب كتير. لغاية الطبقة اللي بنسميها الميكوزا أو الغشاء المخاطي، كان على وشك إن هو يأكل الغشاء المخاطي كمان، يعني يخرم المعدة بمعنى أصح. عشان كده الحزام لكل الناس اللي مركبين حزام فترة طويلة، لا، هم لازم يحطوا في دماغهم بلان ان هم يشيلوا الحزام، وكل ما يتشال بدري كل ما يبقى احسن. بص حضرتك المكان نفسه، مكان الحزام تحسي المعدة تعتبر كأنها متاكلة، هو واكل جدار المعدة عليه دكتور، بتحس بالظبط وقد ايه الالتصاقات وقد ايه الجسم بيتعامل معاها
انه حاجه غريبه طبعا ماده غريبه وعم يرفضها فبدل عم يتفاعل معها بطريقه وزي ما حضرتك شايفه باستخدام تكنولوجي حديث ادوات هون دكتور نحن بالمنظار داخلين صح؟ كل ده بالمنظار اوكي وكل ده يحتاج جراح عنده خبره ومهاره طبعا لان هنا الخطأ الموضوع كلوز قوي لانه يحصل انجري في جدار المعده وزي ما حضرتك شايف حتى ما ينفعش نشده الا لما نضمن تماما انه هو اصبح ريليزد ومش لازق في اي حاجه عشان خاطر يطلع بامان ويعني بنقشره من على المعده عشان نحمي المعده ولو تاخدي بالك شايفه جدار المعده تحتيه يكاد يكون طبقه هشه ورقيقه خالص بعد خلاص ما شلنا الحزام نقدر بقى نجري العملية بتاعتنا اللي هي التحويل المصغر للمعدة عشان خاطر فينا نعملهم دكتور مع بعض؟ نعم فينا نعملهم مع على بعض طول؟ طبعاً. يعني نشيل الحزام بعد كده نعمل عمليات نشيل الحزام ونعمل التحويل المصغر كان عندها حموضة بتروح عندها ارتجاع بيروح بترجع تخس تاني حتى لو اتعودت على كتر الحلويات والسكريات التحويل بيبقى حل نهائي ليها دكتور بالختام لكل الأشخاص اللي هن عندهم مشاكل أو مثلا عندهم سمنة زائدة أو عندهم أي مشكلة عم بيعانوا منها نتيجة إجراء قديم وما نجح في عنا دائما حلول؟ بإذن الله كل حالة لها مواصفات لها تارجت معين عايزة تحققه بنقدر نتعامل معاها ونشوف الطرق كتير زي ما حضرتك شايفه وكلها باذن الله عنصر الامان والنتيجه المثاليه باذن الله هدف اساسي لازم نحققه. انا بصراحه يعني متاكده من الموضوع وما عندي شك ابدا ونرجع نقول لكل مشاهدينا اللي عم بيحضرونا نحن كل مره بنحكي عن اي شيء بخص السمنه مو بس عم نحكي عن شكل وجمال ايضا عم نحكي عن نمط حياه صحي اكثر وحتى نستثمر بصحتنا لعمر اطول. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتور احمد على كل النصائح والمعلومات والحلول العظيمه اللي قدمت لنا اياها لكل المشاهدين شرفتنا ونورتنا دكتور شكرا مشاهدينا لهم بنكون وصلنا معكم لنهايه حلقتنا ضلوا بالف خير وصحه وعافيه بشوفكم بحلقه جديده باي باي.